اليوم ياكم نبأ الدباغ. خسر ريال مدريد أمام فالنسيا، المباراة اللي ممكن كثير منا يتوقع أنه ريال مدريد راح يخسر بها، خصوصا مع تألق فالنسيا بالفترة الأخيرة، وليد نشوف بها دا يبدع ودا يسجل أهداف ودا يحاول أنه يوصل مراحل متقدمة بسلم الترتيب بالدوري. المباراة انتهت 2-1 مثل ما شفنا، بنزيما اللي سجل بآخر دقيقة من الوقت الإضافي، هدف ما كان راح يعني يقدمه ويأخر، بس عموماً يعني هدف واحد. من جانب فالنسيا نعرف أنه قدم مباراة طيبة، دفاعية تكتيكية ممتازة، لعبوا على الهجمة المرتدة، وكان ممكن أن تكون النتيجة أكثر من 2 ولولا تألق كيلر نافاس بالدفاع، وطبعاً لمحات دفاعية من جانب مارسيلو من جانب فاران شوية حاولت أنه تنقذ الموقف. صراحة ريال مدريد نفس المشاكل اللي هي نفسها خلال الموسم، الاستحواذ السلبي اللي موجود بالنسبة للفريق، عدم خطورة الفرص، ضعف الضغط على الخصم. أولا نيجي نبطء بعملية بناء الهجمة، نشوف أنه نفس هاي المشكلة اللي متكررة هذا الموسم، تكررت مع لوبتيغي مع سولاري وحتى الآن مع زيدان، تعطي نظرة على الفريق ووضعه بهذا الموسم. بالفعل هذا هو وضع ريال مدريد هذا الموسم، فضروري يحاول يشتغل على هذا الشيء، محاولة تسريع الرتم بالنسبة للفريق أمام الخصوم اللي دا يواجهها، لأنه دا نشوف دا يخلي فرصة للخصم أن يرجع ويتواجد بأماكنه بالدفاع، دا يقفل كل الدفاعات، وهذا الشيء دا يصعب المهمة. وطبعا كذلك الأمر الآخر عدم توفر اللاعبين بالبوكس، بنزيما دا نشوفه دائما خارج البوكس، والشيء الآخر ماكو ضغط من جانب خط الوسط مع الهجوم، دا نشوف تباعد بالخطوط، هذا الشيء اللي دا يوضح لنا كذلك ضعف ريال مدريد هجوميا. من الشوط الأول ريال مدريد ما كان شكله مهتم بالمباراة، غلب عليه طابع الملل من الفريقين، حتى إلا بنهاية الشوط الأول شفنا فالنسيا خصوصا بعد تسجيل الهدف الأول كان يحاول وكان قريب من أنه يسجل أكثر من هدف. وبالشوط الثاني توقعنا أنه ريال مدريد راح يحاول يرجع، وبعدين جت التغييرات من جانب زيدان اللي حسيت ما راح تسوي تغيير يعني كبير، اللي وبيل دخل وما حسينا أصلا بدخوله، إسكو كذلك ممكن شوية لمحة لمحتين، ما دا تتغير هاي المشاكل، لازم الحل يكون موجود بالصيف بالتعاقدات، هذا الشيء الأهم بالنسبة لريال مدريد. الأمر الآخر بالنسبة لريال مدريد هو مثل ما ذكرت عدم الضغط على الخصم، شفنا يعني الخصم تكون عنده الكرة ما نشوف هذا التكتل عليهم، نشوف لاعب دا يحاول بس مو بالضغط انه يضغط عليه حتى يسترجع الكرة، الا ما تكون بمناطق متأخرة الكرة عندهم مناطقهم الدفاعية ريال مدريد، ذاك الوقت يحاولون يضغطون ضغط متأخر، هذا الشيء اثر عليهم سلبا خصوصا امام خصوم يكون اصعب من فالنسيا، ولو فالنسيا كذلك صعب، بس هذا الشيء اثر عليهم ولازم يحاولون انه يرجعون هذا الرتم السريع باسترجاع الكرة والخروج بها بهجمة سريعة، خصوصا استغلال سرعة فاسكيز واسنسيو افتقدناها بهذه المباراة. كذلك شفنا شيء بالنسبة للرسم التكتيكي ريال مدريد اليوم شوي كان مختلف، شفنا من يكون عندهم الكرة 4-1-4-1 ومن يفقدون الكرة 5-3-2، وهذا الشيء ما تعودنا عليه من زيدان خصوصا لأنه هو متعود يلعب بأما 4-3-3 أو 4-4-2 ملتزم بها، اليوم شفنا التغيير، ممكن هذا التغيير بالرسم التكتيكي كذلك أثر على الفريق، شفنا أنه ماكو هناك نجاعة هجومية، افتقر إلها الريال، كان عنده استحواذ سلبي، وطبعا كذلك قبل هدفين، الهدف الأول خصوصا ما يلام نافاس بي، وحتى الثاني طبعا سوء تغطية من الدفاع، هذا الشيء اللي أثر عليهم وطبعا قبلوا الهدف، وشفنا حتى يعني كانوا على الأقل يقدرون يعدلون النتيجة، بس شفنا هذه غياب هذه الروح كالعادة اللي موجود بالنسبة للريال هذا الموسم. هذا كل شيء بالنسبة للمباراة تحدثنا عنها بشكل سريع، ونشوف وننتظر شنو اللي راح يسوي زيدان، شنو الأشياء راح أفكر بالأفكار من أجل الموسم القادم وليس من أجل المباريات القادمة، هو حاليا فقط يختبر الفريق يشوف منو باقي منو يخرج. شكرا لكم، وأكيد لنا كلام ثاني بمباريات أخرى.